أهلا وسهلا مشاهدين الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في تقرير مطلع تعاملات هذا الأسبوع على مجموعة من البيانات المهمة التي ننتظرها في هذا الأسبوع، ولكن قبل ذلك دعونا نتحدث عن نهاية الأسبوع الماضي، حيث جاءت يوم الجمعة بيانات الوظائف الأمريكية بنتائج كانت مختلطة إلى درجة كبيرة، وكان الوقع يعني صعب تحليله على الكثير من المتداولين، حيث جاءت بتشير إلى تراجع وتقلص في الوظائف في الاقتصاد الأمريكي بحوالي 40 ألف وظيفة، ولكن على الصعيد الآخر كان لدينا تحسن في كل من معدلات البطالة، تراجعت إلى مستويات 4.2%، أدنى مستوى منذ أكثر من 16 عاما، إضافة إلى يعني خلينا نقول 4.2% تسمى بمستويات التشغيل الكامل، ما من اقتصاد عالمي كبير يصل إلى هذه المستويات إلا ويعني نحن في ذروة توظيف الاقتصاد ككل، إضافة إلى ارتفاع وتيرة نمو الأجور الساعية إلى مستويات 0.5% مقابل التوقعات عند 0.3%. هذا ما غطى فعليا وطغى على تراجع الوظائف الذي كان في قراءة النون فارم بيرول الأسبوع الماضي. على وقع ذلك كان لدينا ارتفاع وقوة في أداء الدولار الأمريكي بشكل واضح. ماذا حدث إذن في عطلة نهاية الأسبوع؟ حقيقة التوترات الجيوسياسية فرضت نفسها مجددا على الأسواق، التوترات والتراشق الكلامي والتهديدات ما بين كوريا الشمالية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية أثر بشكل كبير على أداء الدولار الأمريكي الذي سقط إلى حد ما واستقر عند مستويات خط الاتجاه الصاعد تقريبا موافق لمستويات 93 تقريبا 35 أو عند هذه المستويات. نحتاج إلى بيك أب أو عودة بالاتجاه الصاعد والتقاط للأنفاس بالنسبة للدولار الأمريكي حتى يؤكد الاتجاه الصاعد. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ قد يحدث من البيانات المنتظرة من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، حيث ننتظر أولا محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي كان قد هيئ نوعا ما الأسواق بشكل كبير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة، الاجتماع الأخير الذي أجراه الفيدرالي، وبالتالي بالحصول على محضر يعني بيانات الجلسة التي حدثت قد نحصل على تأكيدات أكبر نحو توجه الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، وبالتالي تزداد احتمالية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وقد يكون هناك حديث عن زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية. في نفس الوقت أيضا ننتظر مجموعة من البيانات الانفليشن أو التضخم سواء كان من أوروبا ومن المملكة المتحدة، إضافة إلى حديث لماريو دراكي خلال التعاملات هذا الأسبوع. اليوم الأول في هذا الأسبوع لا يوجد بيانات ذات تأثير كبير، ولكن دعونا نلقي نظرة على أداء أبرز المنتجات فنيا قبل بداية أو خلينا نقول مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، أين ممكن أن تتجه هذه المنتجات. وكما العادة نبتدأ مع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، سلة من ست عملات رئيسية. نتحدث عن أداء الدولار الأمريكي الذي يقبع حاليا عند مستويات 93.73. حقيقة مؤشر الدولار الأمريكي كان قد لامس مستويات 94 وتجاوز هذه المستويات، وإذا بنتذكر بالفيديوهات السابقة حددت أن مستويات 94 هي مستويات مقاومة مهمة لمؤشر الدولار الأمريكي، وكان الارتداد مع تعاملات يوم الجمعة على الرغم من الوصول إلى مستويات 94.20 تقريبا، ومن ثم عودة مباشرة للارتداد بالاتجاه الهابط. حقيقة نحتاج العودة إلى ما فوق مستويات تقريبا خلينا نقول 93.80 حتى نقول أن مؤشر الدولار الأمريكي متماسك نوعا ما وممكن يعد بمزيد من الارتفاعات. عدا ذلك ممكن جدا أن يكون هناك كسر لخط الاتجاه، وبالتالي استهدافاتنا قد تكون عند مستويات 92.80، فنكون حذرين مع مؤشر الدولار الأمريكي حقيقة الذي يحكم العديد من حركة المنتجات.
كاتالونيا تستقل غدا، أو يعني تظهر النتائج الفعلية والأصوات تختلف داخل الشارع الكاتالوني. الآن هناك معارضة داخلية للاستقلال عن إسبانيا، ولكن إلى درجة كبيرة هذا التخوف الذي كان يحيط باليورو نتيجة هذا الاستفتاء، يعني خلينا نقول فيد اب او تراجع او تلاشى بشكل كبير. بالتالي ممكن جدا انه يعني، وراينا ذلك بارتداده اليورو خلال التعاملات اليوم على وجه التحديد. اين ممكن ان يستهدف اليورو؟ اليورو حاليا فوق مستويات دعم موافقه لمستويات 17-23. انا حقيقه اقترب مع اقترابي من هذه المستويات اتطلع الى الريباوند، اتطلع الى الارتداد، وبالتالي ممكن ان نستغل موجه صعود اذا ما تمكن الزوج من السيطره على تحركاته فوق مستويات 17-23. حاليا الزوج عند 17-36، ولكن الموجه ممكن تكون صاعده. متى تتأكد انه فعلا انا في عندي بيك اب وارتفاع مع اي اغلاق على الاقل فوق مستويات 17-65؟ ممكن انا افكر انه اوكي اليورو دولار امريكي عادل الارتفاع مجددا، والتارجت تبعنا عودة الى ما فوق مستويات 18-50. لكن اذا اي كسر مرة اخرى دون مستويات ال 17، خلينا نقول 1.17، فذلك سوف يكون سلبي، وسلبي كثيرا على تعاملات اليورو في الوقت الحالي. ولكن إلى درجة كبيرة لدينا بيانات قد تدعم أداء اليورو خلال التعاملات هذا الأسبوع. آخر منتج رح نتحدث عنه هو الذهب. الذهب كان في عندنا بيج موفمنت عليه، وصل إلى مستويات دون ال 1260 دولار للأونصة، ومن ثم انتفض مباشرة وعاد إلى 1280. يعني عم نحكي على فولاتيليتي تقريبا 30 دولار تذبذب على أسعار الذهب، كان ذلك فقط خلال تعاملات يوم الجمعة. الآن الذهب يتحرك في نطاق ضيق نسبيا، محصور ما بين 1280 وصولا إلى 82. لكن اللي لفت انتباهي أنه هو دون مستويات المقاومة التي كانت دعم وتم كسرها. بالتالي كطريقة نحن اللي بنقول المستوى المتناوب ما بين الدعم والمقاومة، فإن مستويات 1282 تمثل مقاومة مهمة لأسعار الذهب، والارتداد من هذه المستويات مهم جدا أنه نعرف أنه يضغطنا بالاتجاه الهابط. واستهدافاتي مرة أخرى العودة إلى مستويات 1250. حقيقة لا يوجد مبررات كافية لدى الذهب أن يعود فوق 1282 دولار للأونصة، خصوصا مع إمكانية صدور العديد من إعلانات أرباح الشركات والقطاعات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، والذي سيدعم أداء الدولار الأمريكي إجمالا. هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم. أشكر لكم المتابعة.